السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بيا. مازال ما العمل وصرا ما تكون معلومه نقدموها لكم باش الانسان يكون اجور مع المعلومات وكاش بانو لا يكون معاه. اليوم جاتنا 206 بلس، هذه هي الموتور تاعها راه داير من 106، ملي خرجت 106 ويمشي الموتور هذه طوموبيل جابها لنا مولاها، قال لك غطات لي راشال كي عاودت لي سوباب، تعاودوا لي ربعه لي سوباب كيما يتعاودوا تاع لي شابمون ربعه، ويطيروا السنان تاع لاشين باسكو لا كورو ديستريبيسيون هذه تاعها ميزم تبدلها قبل 35000، لانه كي تفوت بها راح تتقطع لك. هذه هي لوريجين تاعو، تقطعت له قبل 60000 كيما راكم تشوفوا لهنايا كيلومتر طوموبيل 67000 تقطعت له من قبل. انتو اللي هذه لا كورو ديستريبيسيون تاعها فيها ديفو، الديفو هو اللي يطيروا السنان ماشي تتقطع، السنان يطيروا باسكو لا كورو تاعها رقيقه وقعدت هذه من بكري فيها المشكل هذا. هنا ننصح خوتي باش يبدلوها قبل 35000. حاجه واحده اخرى، ملي بخدم الطوموبيل السيد هذايا وراهو يعاني في الطلعه، عنده مور دو بيسونس طلعه الريبريز ما عندوش. هنا واش جيت انايا راح نفيريفي الحاجه الاولى، دائما كي تخدم طوموبيل ولا كي دائما عندهم لو بوزا، البوزا هي عندي واش كنت واش قلت للسيد، قلت له حاجه ولا نفيريفي كالاج دو شان، نفيريفي بالك لي كيلوميتر راهم بريدين، ولا نفيريفي كاتاليزور باش تسلم طالك. الحاجه الاولى درت سان كالا كيما راكم تشوفوا لتحت لهنا الريبير تاعها، هاي ديك تحتها كومبلي، هاي ديك ورا صبعي، هاو ديك سان كالان هنا راني بيجيت الموتور من تحتها. هنا نحيت الكاش، دوك نحيت الكاش لهنا باش نشوف الى لا كرو ديستريبيسيون ديكالية ولا لا. لا الحاجة اللي أسفني كي نشوف طوموبيلات كيما هادو نقيين وماشي ماشيين، الحاجة اللي نتأسف منها ونكر حياتي كي نشوفها ونمرض اللي هي السلك هذايا كي تخدم طوموبيل عند كاش ميكانيسيان، وهذا تويو تاع ليسونس لو كان يطير يدير ديكا تاع النار. هنا هذا هو الشيء اللي أسفني بزاف كي نلقى مورسو سلك لهنايا على جال، باسكو الكروشي هذا في سيستم كيف يتنحى غير بالعقل، هذا كي جاو ينحيوه كسره. هنا ان شاء الله نقدروا نلقاو البلاستيكه هذه ولا الراس هذا، الا لقيناه ما على باليش الا مازالو يصلح، مي ان شاء الله نلقاو له هذا لو بو هذا ونحوا له السلك هذا. من بعد ما ديمونتينا كاش دو شان تاعها وبدينا فيريفي كلاش دو شان تاعها، لقينا بلي لاشان تاعها مديكاليا. كيف عرفنا بلي مديكاليا؟ لهنايا عندنا في السياره هذه زوج لي بيج، عندنا كيما فهمتكم هاو السلك اللي تحتها راني بيجي به تحت هاوليك ساكالان في الفولو موتور، وعندنا بولون هنا ديتراس كيدخل لهنايا. هنا كي نجي ندخل البولون، كي نجي ندخل البولون شوفوا تروش على هارب عليه، شوفوا ترو اذا يبان لكم شحال هارب عليه، هو هارب بدرسه. هنا السياره هذه تموطات من ديكاليا في الريتار، سي بور سا ولات عندها موك دو بيسونس. هنا راح نعاود نكالي لاشين من دار وجديد، راح نعاود نحيها كيما نحيت الكاش لهنا ونعاود نكاليها. بعد ما دي سيرينا طوندير هنا راح نحو لا كرو ديستريبيسيون اللي هاي اللي يكون راهي هاي تنحات هنايا. هنا عطيني البولون اللي طاح لي هنا، كي نجي ندير البيش تاعي هنا كيما كانت لاشين ما يطلعليش، واش ندير باش يطلع؟ عطينا الساز، عطينا الساز ميكس. الحاجة اللي مقلقتني ماشي مونك دو بيسونس، هذه قد الكارنفال هذا اللي راهو لهنا. هنايا دوك ندبر له السيستم تاعو ونسيي نعاود نرقع له السيد، لأنه كيما رانا نشوفو حنايا في الطرقات تاعنا، كيما نشوف في الطرقات تاعنا كاين بزاف طوموبيل تتعرض للحريق. الحريق واش الحريق؟ شوفوا شحال هرب، ها شوفوا 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 شحال دورت، شوف قريب زوج دروس باش طاحت، ها قريب زوج درسات باش طاحت لاشيرم باش طاح البينيون في الريبير تاعها. هنا راكم تشوفوا بزاف الطرقات تاعنا اللي الطوموبيلات بزاف يتعرقوا للحريق. ما ننساوش باللي السبب الرئيسي خدمه كيما هذه، ان شاء الله برك نصيبوا له لو سيستم هذاك البلاستيك تاعو ونقدر نخدمها له، باسكو هذاك راه مقلقتني اكثر من المون دي بيسونس. من بعد ما ركبت عندنا طوندر ديناميك اللي لازم نحفظه كيف نمونطيوه، هنا سي بون. من بعد ما ركبت لاكرو ديستريبيسيون ما ساش بلي عندنا طوندر ديناميك اللي لازم نحفظو الريبير تاعو. هنايا كيما راكم تشوفوا لهنا، شوفوا هذيك الساعه وين راهي تدور، عندنا لهنايا بلاصتو وين يدور، هاوليك وين راه يجي سوا سوا هنا. هنا هايديك بلاصتو اكزاكت وين يتموطى عندو الريبير، هايديك سوا سوا. هنا زير، تقدر تزير سي بون. هنايا نزيدو غير ان تيتور سي بون. هنا راح ندوك نريكليو التيو تاع ليسونس تاعنا.
من بعد ما عاود دير فيرفي كسلطي على الكارسوجين لقيتها ميديكالي عاود كالي تالي وما راح دوك راح نعطاكي البروبليم هذا تاع تويوتا ليسونس. هنا وصرا هنا كي ما عرفوش ينحيوه كسروا له لي كروشي ولا تويوتا ليسونس ما يشدش. ما ننساوش باللي ليسونس هنا لانجيكتور فيتريسيتي هنا وبوبينه هنا. هنا لو كان يخرج التويو هذا على بلاصتو وتاع الايتنسيل تاع النار هنا راهي كاع بلاستيك الطوموبيل تروح فيها كومبليتمون. ما ننساوش باللي هذا ريسك. لهذا في الطرقات تاعنا دائما نشوفوا بزاف طوموبيلات ينحرقوا نقولوا علاه نقولوا علاه الطوموبيل انحرقت. ماشي كيما هذا اللي تنحرق البريكول هذا هنا باش نخدم انا خدمه كيما هذه ونخلي السياره تخرج من عندي في الورشه. هنا ما كاش كيفاه. هنا جميع واحد يخدم خدمه كيما هذه يلزم يكون عنده ضمير مهني. يا هل ترى في السياره تاعو راح يخدم ولا ما يخدم؟ شوفوا واش راح تستغرق لي الخدمه هذه واش راح تكلفني. شوفوا بسم الله راح نحو السلك هذا اللي شاد غير شويه لو كان يخرج يروح نحو تويو تاع ليسونس. بسم الله لا من بعد ما كسروا له كروشي ولا ما يحكمش طبعوا له هكذا. بسم الله او خرجنا تويو تاع ليسونس. هاو ليسونس كاين افيك بريسيون لهنا. هنا كي نستنتج واش كاين وين راه المشكل هنا في السياره هذه باش ربطوا السلك هذه وداروا الريسك هذا كاع وكذا. هنا عندنا هذا تكسر. شوف هذا تكسر. ها هذا تكسر. هنا واش درنا؟ هنا جبت واحد كيما هذا مي ما نقدرش نركب هذا كومبلي لان كاينه بريسيون ويتمونطا اشو. هنا واش راح ندير؟ راح ريكيبيري لو كروشي هذا الكروشي هذا الكروشي هذا اللي راكم تشوفوه هنايا راح ندير هكذا نمونطيه في بلاصتو نمونطيه في بلاصتو نرجع تيو بلاصتو. من بعد ما نرجع نتاكد بيان باللي كروشالي. اذا ما كروشاش واش دير؟ تروح من لاريير منا وتطبع حنا بترنيفيس لي دو كروشي هادوما باش يولي كروشي وسي بون والمشكل تاعو راح والسلك تاعو تهنينا منه وما عندناش ريسك. ما عندناش ريسك باش يكون عندنا مشكل واحد اخر. هنا كي راني نفيريفي في السياره هذه السيد قلت له خليها لي دومي جورني ونفيريفيها. شوفوا معايا مليح دوك راني نخدم هنا زدت وشيت هنا شوفوا واش داروا. شوفوا هنا عندنا تويو تاع لا بومبا فيد هنا ياليمونتي لو سيرفو فرا بلوتو سيرفو فرا من لادميسيون. هنا هذا تويو تاع لاسيستونس او فريناج. هنا معناتها باللي لو كان يخرج هذا تويو لي بيدار راحوا يوليو يابسين ويروحوا الفرانات. هنا انايا نتاسف بزاف من الشيء هذا كي نشوف عفايس كيما هادوما. شوفوا الخدمه اللي خدموها كيفاه دايره الله يرضى عليكم. شوف دخل تويو هنا هكذا ولصقوا وحطوا غير هكذا حطوها محطوط هكذا الطوموبيل هنا واش راح يصرى لها. شوفها محطوط هكذا هكذا. هنا الطوموبيل واش راهي صرا لها؟ راح تولي رالونتي تاعها انستابل باسكو يدخل الريح منا وراح تولي ما تدورش مليح ويقدر يروحوا لنا الفرانات ولو يابسين غير من الشيء هذا. انا كي تجيني السياره الورشه وتصرى لي الحادثه كيما هذه نتحمل مسؤوليه كامل. واش نتحمل مسؤوليه؟ يا نروح نشري ادميسيون كيما هذا يا نخدم لها خدمه نقيه عند التورنار. هنا هاو المشكل في السياره تاعنا طوموبيل ماشيه 67000 وتروح تدخل كاش ورشه اللي فيها اشباه ميكانيسيان ويصراو لها عفايس هكذا. هذه هي المشكل العويص اللي رانا فيه. دوك حنا واش نديرو؟ دوك نحي هذا لو بولي تكسر ونروح نخدم له حاجه بنحاس ونفلتيها في لادميسيون باش يتريكلالي المشكل تاعي. وين تكون معلومه خاوتي راني نتقاسمها معكم. سلام عليكم.